اهلا بحضراتكم في هذه الفقره بنتناول موضوع في منتهى الاهميه هذا الموضوع اقتراحات ونضال من اجل تعديلات على قانون حمايه حقوق الملكيه الفكريه وتحديدا باب حق المؤلف والحقوق المجاوره هنفهم يعني ايه باب المؤلف والحقوق المجاوره ونعرف كل التفاصيل دي الجمعية أبناء الفنانين أبناء اللي فناني مصر أبناء فناني مصر اللي بيرأسها الفنان المستشار ماضي توفيق الدقن هذه الجمعية منوط بها هذا الموضوع وكفحت من أجله من سنوات والحقيقة قبل ما ندخل للموضوع بكل تفاصيله بنؤكد يعني على ان ده استمرار ل... 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 لكفاح والشهر و و دوت زي ما انا ذكرت هو ذكرى وفاه الفنان الراحل الكبير توفيق الدقن صحيح في 26 27 نفرم. 11 سبع ولكنه خطا شائع 27 نوفمبر عام 1988 <applause> وتوفيق الدقن مش محتاج بطاقه تعريف مني بكل اعماله السينمائيه والمسرحيه والتلفزيونيه عطاء فوق الوصف وجمل ما زالت في ذاكرتنا لكن المستشار ماضي توفيق الدقن بيواصل جهاد والده بشكل مختلف وفقرتنا فقره مختلفه عن التعديلات في هذا القانون لماذا كان هذا الموضوع مهما بالنسبه لكم ونضلتم من اجله اولا اقول لحضرتك شرف كبير ان احنا في النيل الثقافيه وفي التلفزيون المصري وانا كنت دائما احب اطرح الموضوع ده من خلال القنوات الوطنيه لانه انا الموضوع ده احنا الحقيقه بنقدم مشروع لمصر مش مشروع لابناء الفنانين بس او لل... صحيح لا لا هو مشروع وطني ومشروع يمس المصالح الاقتصاديه الوطنيه مباشره وحماية التراث، مم. فاحنا الحقيقة مش إحنا بس اللي فكرنا، إحنا كنا دايماً نتجمع كأبناء فنانين في جمعيات أخرى سابقة على الجمعية ديت، مم. في يعني محافل تانية، وكنا نتساءل هل تنتهي الأمور بمجرد الصور ومجرد الاحتفالية أو جهة ما كانت معنية بالأمر أو لا أو غير معنية إنها تكرم سين من الفنانين او صاد وينتهي الامر ويقف عند حدود السوره والكلمتين وخلصت فكان رؤيتنا جميعا بما فيهم انا ان هذا التجمع الضخم جدا <applause> الذي يحمل تاريخ كبير واسماء كبيره ليجب ان يكون له هدف اسمى من هذا واعمق شويه فابتدينا ان احنا نلتقط الخيط طبعا صاحب التعديلات اللي هي وصلت مجلس النواب دلوقتي الدكتور حسام لطفي فاحنا اجتمعنا بيه في الاول واشار علينا ان يجب ان تكون في جمعيه مشهره تبدا المساله دي وتساند في هذا الاتجاه فكان ان احنا عملنا الجمعيه وابتدينا ننشر ثقافة حقوق الملكية الفكرية في وسط أبناء فناني مصر عشان يعرفوا احنا بنعمل ايه 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 الـ الـ الأبرز التعديلات اللي بتنادوا بيها ولقيتوا ان القانون يعني م. يحتاج الى اضافتها اول حاجة مدة الحماية مدة الحماية الفكرية حماية المصنف آه. هو الكتاب الثالث ده كان بيقول الحماية القانونية م. خمسين سنة من وفاه المبدع. طبعا احنا دي مده قليله جدا هي اقل مده موجوده لحمايه حق المؤلف. انتوا انتوا بتطالبوا بزياده؟ احنا بنطالب التعديلات قالت 70 من 50 ل 70 واحنا ان شاء الله لما يبقى في جلسات للمناقشه احنا عندنا اقتراحات اخرى لا تبقى بمية تبقى طب طب هي بره ايه؟ في العالم كله كام سنه؟ لا هي 70 سنه 70 سنة, سنه في العالم سنه و100 سنه اه 50 سنه دي اقل مده حمايه مم. اه يعني تقصد حضرتك انها مختلفه في دول العالم آه ممكن تبقى 70 80 او طبعًا 100 طبعا طبعا يا فندم ده الرينج طمين. ليها فاحنا اخترنا لما جينا حطينا القانون اقل مده حمايه تمام وارتضينا ان احنا نعطل النصوص فكانت النتيجه ان احنا ضاع من تراثنا آه حاجات كتيره جدا وفتحنا الباب لاستغلال الابواب الخلفيه م. للحصول على اي حاجه ما احنا لما ندي المؤدي ده حقه من الاداء آه، هنا بقى مين آه. اللي هيستفيد هل هو المؤلف فقط ولا مين لا آه. ما هو المؤلف هو صاحب الحقوق المجاوره وليه حق المؤلف آه. والحقوق المجاوره ما هو عشان الحقوق المجاوره دي اصحاب م. الحقوق المجاوره ياخدوا م. نفس احكام المؤلف م. في كثير من الحالات فاللي حياخد المؤلف طبعا الحقوق المجاوره هم مين؟ فناني الاداء مم. منتج التسجيلات والهيئات الاذاعيه دول الثلاثه طيب مين فناني الاداء؟ مم. فناني الاداء هم الممثلين مم. والمطربين المنشدين الراقصين كل آه دول ما كانوش بياخدوا والمذيعين كمان طبعا آه. طبعا طبعا آه. آه اذا اتيح هذا المصنف على الجمهور ده معنى الاداء العالمي اتاحه المصنف على الجمهور لا. فاذا حصل ده باي وسيله كان استحقاق على طول المساله مش هتقف عند ماديات يعني أوه. مش القصد لان حق المؤلف له حق طب مين اللي مستفيد حاليا ومين اللي مضار هل هل, هل, هل المطرب بياخد حقه وهل الملحن بياخد حقه لا المطرب معانا ما بياخدش لسه هياخد بقى الملحن بياخد حقه المؤلف والملحن لهم جمعيه المؤلفين والملحنين وانا دايما اقول ان جمعيتنا هي الاخت الشقيقه لجمعيه مم المؤلفين والملحنين لما بنطلع في محفل او بقول كلمه او حاجه بركز على دي عشان اقرب للناس او للي عايز يفهم ايه دور الجمعيه دي وليه انشات مش للواجهه الاجتماعيه مش ده مم لا هي منوط بيها نشر ثقافه حقوق الملكيه الفكريه وتحصيل حق الاداء العلني بعد م. الدفاع عنه في مجلس النواب م. وفي كل ما يحتاجه يعني أه قعدت مع الاستاذ بهاء الدين ابو شقه أه وتناقشت معاه وهو بيرأس لجنه قانونية اللجنه التشريعيه ولجنه القيم واللجنه لا. الدستوريه طبعا بهاء بيقامه كبيره جدا في, في كان كان ايه الرد على الحقيقه كان رد جميل جدا انا سلمته يدا م. الحقيقه التعديلات دي انا مسلمها له يدا باسم الجمعيه وكان رده ان هو مؤلف وهو عمل مسرح تمثيليات كتيره في الاذاعه <applause> لابائنا لكل ابائنا واشتغلوا معاه جميل. فحتى اخر مره دي من حوالي اسبوع انا بهزر معاه واقول له يا سعادتك كتبت مسلسل فيه طلعت محمود المليجي وتوفيق الدين اخوات وكانوا نصابين برضه فده كده <applause> فكرته بيها يعني أيوه. فهو راضي تماما وقال لي انا عارف قيمه هذا القانون وهذه التعديلات وانه ان شاء الله وعدني هتناقش في مجلس وعد وعد جدا يعني ب قاطع حدد موعد فاطع. لا هو كان محدد موعد 4 نوفمبر لكن جت فيه حادثه اضرت آه. ببعض اخواتنا في الوطن طبعا طبعا, طبعًا احنا طبعًا. ما لا نذكر أنفسنا كل عنفسنا. العزاء ليهم طبعا, طبعًا. طيب ايه الحقوق المجاوره مقصود بيها ايه سعاده المستشار الماضي توفيق الدقيق؟ آه. آه. آه الحقوق المجاوره حق المؤلف والحقوق المجاوره ما هو طيب دلوقتي المؤلف ده لما بعمل مصنف او مم. عمل كتاب ادبي مم. طيب هو لوحده ازاي بقى مصنف مم. يعني الـ الـ الفيلم ده مش تحول ل شايفينه فيلم مم. قائم بذاته ففي ناس اشتركت مم. في ناس عملها يدور في فلك المؤلف مم. فهي دي هي دي اصحاب الحقوق المجاوره اللي هم مين نسميهم؟ آه ما احنا قلنا احنا قلنا نسميهم تاني آه يعني الـ الـ انت حضرتك قلنا الـ الممثلين, الممثلين والمطربين والمذيعين والمنشدين والراقصين م. وممكن تعدد يعني في اخواننا المخرجين واساتذتنا الكبار بيزعلوا ويقولوا طب احنا مش في الليله لأن لهم انتوا اكتر م. انتوا ليكوا اكتر لان في الماده 177 في القانون ده بتقول يعتبر شريكا للمؤلف م. في اخرها المخرج اللي هو قدم او قام بعمل ايجابي لصالح المصنف فالمخرج يعتبر شريكا للمؤلف في هذا القانون ما بياخدش كان حق ما كانش بياخد هياخد بقى طب عايزين نشرح كلمه او مصطلح حق الاداء العلني ما هو اتاحه المصنف الاداء العلني معناها اتاحه المصنف م. على الجمهور باي وسيله اه وحق الاداء العليم. حقه بقى الناشئ عن هذا الاداء عن مم. على الرؤيه دي والبث انت ده. خدت مني أو. المنتج ده وعملت عليه فيه وبالتالي ممكن بت... تاخد أنت... اعلانات كقناه اللي وبتكسب... آه. وبتكسب كويس جدا طب ماذا عن ال... 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 القنوات اللي بتذيع افلامنا القديمه وهي ليست قنوات مصريه هل هتقدر تاخد منهم هذا الحق والله احنا دلوقتي احنا بس ناخد من الجهات المعلومه ونقف على جهة معلومة ونقف على رجل محتيجها خلاص محتيجها في حاجه اسمها الحق الادبي مم. للمؤلف وبرضه الحق الادبي للحقوق المجاوره، الحق الادبي لا يسقط ابدا لا يسقط ابدا فتقدر حاجات حالات كثيره جدا بالحق الادبي اللي هو لا يسقط ابدا مم. فاحنا ما يهمناش دلوقتي القنوات اللي بتعرض من غير ما ما, ما نقدر يعني نعرف مصدرها ايه او هي فين لكن احنا الاول الكيانات اللي موجوده نحصل ونجيب فلوس لمصر الاول لان مصر منتج والقانون بيقول هيدي يعني الدوله هيعود عليها طبعا هي أول مش الأفراد واحد بس لا هي اول واحد آه الدوله الدوله منتج عندها شركه كانت شركه مصر والسينما عندها افلام كتير جدا قطاع الانتاج وصوت القاهره الاذاعه و... المصريه صحيح كل ده عندها مصنفات طيب خلينا اقرا إيه مع حضرتك المواد اللي انتوا بتطالبوا بتعديلها الماده 150 للمؤلف ان يتقاضى المقابل النقدي او العيني الذي يراه عادلا نظير نقل حق لا احنا احنا بنتكلم في مده الحمايه هتلاقيها في 66 و66 بنتكلم في مده الحمايه وبنتكلم في الاثر المباشر للاستحقاق لل... المادي يعني لكن الماده دي مش, من مش معاكو. لا هي كله تعديل. ولا 155 هو تعديل ولا 56 الباب الثاني بس احنا معنيين بالاداء العلني للفناني الاداء لفناني الاداء فناني آه. الاداء جميل آه لكن الكتاب الثاني كله هو فيه تعديلات الكتاب الثالث انا اسف انت عملت خطبه في ندوه من الندوات كانت خطبه عصماء <applause> مع اني مش عارف يعني ايه عصماء بس يعني هي كانت خطبه قويه جدا واكدت على مصلحه فناني مصر وقلت أن ده مطلب دستوري أتى به الدستور القائم صح صح وألزم الدولة بإنشاء هيئة قومية لحماية حقوق الملكية صح الفكرية صح وليس عند اللجنة التشريعية أو رئيسها وقت تهدره في مقابلة لا طائلة منها أو مجاملة ولا نحن وذلك ردا على البائسين المتشائمين الذين يستكسرون على جمعية <applause> أبناء فناني مصر أنها تحرك المياه الراكدة وتدفع عجلة إنقاذ التعديلات وتضغط بكل ما تحمله من أسماء لاعظم النجوم واعرق الفنانين وان هذا سيتحقق وسيتم باذن الله وسيظل عواجيز الفرح في غيهم يعمهون انا قلت كده اه طيب. يعني ده نصا صوت وصوره على مش هتقدر تنكره في حق اداء علني عنه لا طبعا فقل فأتف... <applause> لنا انت كنت تقصد بمين اللي هم عواجيز الفرح دول واللي هم معطلينك وبتكسروا المقاديف وبتقول ان هم كسروا المقاديف اقول لحضرتك حاجه مم. مم. آآ 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 في في فنانين وفنانين كبار جدا مم. ما يعني ما بطلوا يحلموا حتى في عملهم مم. فبطلوا يغردوا حتى مع الناس اللي عندها امل وبدل ما تسمع منهم نصيحه بتسمع منهم كلام يكئب يصدر الياس يصدر الياس والاحباط بس لمين انا لا بيأس ولا عندي احباط ولا ابناء الفنانين يعني أه تقصد تقول ان انت توجهت لابناء فنانين من غير فهم لا ابناء فنانين ابناء فنانين دول هم اللي بيساعدوني وهم كلهم مين اللي احبطك؟ لا من غير اسماء عشان لا يعني يعني أه في, في اي مجال بيشتغلوا لا في إيه؟ اي ما هم فنانين وفنانين كبار وممثلين اه, أه هم مش كتير لكن هم يعني انت كنت طالب تعاونهم مثلا؟ أه انا لحد دلوقتي <applause> من عند حضرتك هنا <applause> وبقول ان ما كانش النجوم الكبار يقفوا معانا هيمر <applause> برضو هذا الفصل التشريعي دون اي نتيجه طيب طالما سالنا عن لا. المحبطين لا. نسال عن الفنانين الداعمين مين اللي واقف معانا من كثير فنانين جداً. ومسؤولين كتير جدا الاستاذ المخرج الكبير عمر عبد العزيز رئيس الاتحاد الدكتور اشرف زكي طبعا الدكتور مسعد نقيب الممثلين نعم. ورئيس اكاديميه الفنون و... وداعم بشكل كبير وقال لي مم. انت في الموضوع ده انت عارف انا سي... يعني احنا وراك في الحكايه ديت دي بتاعتك فيعني في دعم من كل فنان كبير اقابله مم. مم. آه يديني امل ويبقى مبسوط ان في الموضوع ده يعني كبير او صغير مم. هو محتاج للموضوع ده مش من الناحيه الماليه لا مم. لا يعني ما احنا ميل جيبسون مثلا لما قعد بره وبعد فيلم المسيح مم. آه. آه اليهود اضطهدوه صحيح آه فما آه. مثلش او مم. مثل ادوار صغير مم. آه طب عاش منين كل السنوات دي صحيح فما نسال يعني هو لما صحيح. الفنان يطلب ان يعيش عيشه كريمه مثلا أو يبقى له حق ويجري وراه ده عيب ولا ولا غير مطلوب يعني؟ لا ده حقه بالظبط لأن أنت بتكسب من ورا عرض فيلم أو موضوع أو منتجه آه. عملوه في, نق... في للموسيقيين للمؤلفين والملحنين الأساتذة الكبار أيام أم كلثوم السيدة أم كلثوم والأستاذ عبد الوهاب والأستاذ القصبجي وغيرهم وعملوا الكلام ده لكن يعني كانوا أشطر شوية أو كان لسه ما فيش حاجة سند يخدم الفنانين فناني الأداء في هذا الاتجاه م. الدوله لسه لأن ده ده 2002 طب انا و... انا لو انا فنان وما اشتركتش معاك ده ما يسببش الغضبه بتاعتك دي الشديده دي ولا لا انا مش غضبان ولا حاجه آه والله انا كان في مراره شديده لا من انا بزعل بزعل بزعل, بزعل ان يكون عندك اساس يعني آه مرة, مره طلعت في في ندوه وبعدين ايه يقول لي طيب انت المؤلفين والملحنين عندهم قانون طب انت بتعمل كده ليه ما عندكش قانون فضحكت قلت الله طب مش قبل ما نقعد مع بعض نكون احنا الاثنين مذاكرين، طب ما م. انا عندي قانون من سنه 2002 م. هو انا بجري كده في التعديلات دي؟ لا وزي برضه طيب اكرر اه تاني ان هذه اه التعديلات صاحب هذه اه التعديلات استاذي الاستاذ الدكتور حسام لطفي. طيب جميل جدا التقدير المادي بقى للحق الاداء العلني والحقوق المجاوره، مين اللي هيحدده؟ وهيبقى قيمته قد ايه؟ ما دي بقى يعني مين هيحدده دي؟ لازم لازم مناقشات مجلس النواب لازم ما عندكش أي تصور لا في تصورات كنا قعدنا مع مم. الأستاذ محمد صبحي برضو وفي لقاء معاه الفنان محمد صبحي طبعا الفنان العظيم آه واقترح اقتراح آه يعني كان جميل مم. وإن يعني ممكن فنان يبقى في فيلم إيه مم. وفيلم تاني سي فالحساب يختلف ما يكون هنا ايه وبي وسي آه، حسب مستوى الفيلم وكانت جمهرية. هي حاجه احنا شغالين برضو عليها صح. يعني او نعم بنثبت دي كاقتراح لما نناقش في المجلس هنثبت ده وناخد اصوات عليه في سؤال تاني مهم هل باثر رجعي هتاخدوا الحقوق ديت يعني في ناس بالأثر... عماله بتعرض في الافلام دي بقى لها لا ما هو انا بقول لحضرتك الاثر المباشر الاثر المباشر يعني يتوافق على التعديلات دي آه. النهارده يتنشر في الجريده الرسميه ويطبق على طول لكن الاثر الرجعي ده في حاجه اسمها الحق الادبي يسقط بقى انت حتى يعني هنتسلى عليهم بقى. هيبقى من حقك ان انت تاخد تعويضات. <applause> هيبقى طبعا اذا يعني اذا جاز يعني هنشوف التعديلات دي رايحه فين وهنشوف احنا علاقتنا بالجهات البث طب دي انت انت كمحامي ما رفعتش قضايا على بعض؟ لا رفعت على رفعت قضايا رفعت قضيه فأض... شخصيه ليا انا عن؟ بس مش عرض كمان واحد واخد صور من الافلام بتاعه ابن حميد وغيرها وحاطط وعامل مطعم كبير قوي عمال وعمود كامل في الاخبار وعمود في الاهرام وكل يوم وانا راجع من اسكندريه فانا يعني ببص كده لقيت واحد بيقول لي بص ده فيه كذا فرحت رافع بقى عليه قضيه على طول. ده عشان استغل استغل طبعا ما هدي احد المطعم نفسه يعني ده, ده تعتبر جريمه كده جريمة طبعا. يعني لو هو سمى المطعم ابن حميد ويبقى يبقى كده لا سطو لا مش ابن حميد ده صوره ابويا وعليها لبس الشيف يعني يا سلام اه بهذه الجرعه <applause> وبعدين تكلمه يقول لك طب ما انا كنت فاكر انك هتفرحه شوف باصص ليه الفنان آه. آه. وقبل كده كان عندنا مشكله طب في القضيه دي آه هي متداوله دلوقتي متداوله آه. طيب آه. اه وفي كان قبل كده يعني برضه في في دعوتين للاستاذ فؤاد المهندس الاستاذ آه. عبد المنعم مدبولي والاستاذ عبد مد... المنعم أستاذ فؤاد المهندس مع دكتور حسام مم. والاستاذ مدبولي معايا ولسه مم. برضو فيهم كلام مياه غازية شركة عملت إعلان وسقطت أفلام من المشاهد من الأفلام مم. العظماء دول صحيح, أه صحيح. ف... ده في ده في كمان تشويه لبعض لقطات الأفلام مم. مم. يعني, برضو يعني أنا أتذكر إعلان قديم أه وجايبين عبد الحليم حافظ ومش متذكر أيوة. النجمة اللي كانت معاه آه. وإعلان بصورهم واصواتهم مغيرين دي. كلمات الاغنيه دي. لخدمه الأعلان دي احد تشويه احد الحقوق الادبيه للفنان للمؤدي دي احد الحقوق الأدبية, آه. آه. الادبيه اللي يجب ان هو يمنع الاعتداء على او استغلال مصنفه بشكل يسيء اليه انا انا كان في واقع عايز اخد راي حضرتك فيها دي حصلت يعني معايا انا شخصيا مم. الاديب الكبير بهاء طاهر حكالي عن واقعه ربنا يديله الصحه يا رب بيقول لي انا فوجئت بخطاب جاي من محطة إذاعية عالمية وأجنبية بيقولوا لي أنت ليك المبلغ دوت وده شيكة هو عشان هتقبضه فأنا فضلت يعني مندهش وتواصلت معهم فقالوا لي لا ما إحنا خدنا في برنامج إذاعي كوتيشنز مقاطع من روايتك وتم ادائها المذيع اداها بصوته فده قدرنا المبلغ طبعاً بكذا وده طبعا في كل العالم مقدر مم. الموضوع ده وفي اتفاقيه التجاره العالميه ومصر عضو في منظمه التجاره العالميه مم. واحد اطراف المع هذه المعاهده فدي بتلزم بالحفاظ الماده 69 من الدستور بتقول مم. مم. تلتزم الدوله في اكتر من كده ايه؟ تلتزم الدوله مم. يعني انت عايز تنشئ لجنه او هيئه قوميه لا هي موجوده ده اللي موجود نص عليها في هي الماده موجودة دي تنشا في الدستور لازم تنشا طيب اه ما دي, حد دي هتنشا طبعا اه هو موجود كده انت بتلتزم بانشاء بتطالب بانشاء دي ماده في الدستور دي ماده في الدستور ايوه هتفعلها ازاي يا هي صحيح لا الدوله تفعل الدستور بقى مش هتطالب يعني بتفعيل الماده دي يعني ده ساطالب انا ساطالب الاول بتعديل القانون بما يتفق ان انا اقدر اقول له بقى فعل ده أو, او اعمل ده او مم. فين الهيئه دي مم. ده موضوع لكن لكن اهم حاجه عندي انك دلوقتي تلحق مم. تلحق تعدلي المده دي من 50 ل 70 او 100 او الى اخر اسم مم. مبدع على تتر الفيلم كل دي متاح مم. ايه تاني غير المد الاثر المباشر آه. الاثر ما... ما تخلينيش بقى انا اجري ورا لا فورا مم. فورا هو بيجدد رخصته مثلا في اي شبكه من الشبكات يدفع او باي وسيله كانت فاحنا مثلا جرينا على المجلس الاقتصادي في جامعه الدول وقابلنا بعض السفراء هناك وحاولنا نعمل يعني زي شبه اتحاد لجمعيات ابناء الفنانين في بعض البلاد العربيه عشان نبقى عضو مراقب في مراقب في جامعه الدول وشغالين على ده دلوقتي لكن مش انا الدولة بقى المفروض هي هنا دورها انها تتكلم بعد ما تفعل المواد ديت وتستقر عليها انها تبدا تعمل كده. مم. يعني الحاجات دي كلها مهم جدا ان الدولة تبقى معانا وانا دايما بقول احنا جنب الدولة وجايبين مشروع لمصر مشروع يفيد مصر قبل ابناء الفنانين. مش جميل. ماضي اللي جايبه لا كل ابناء الفنانين ما انا ما عملتش ده لوحدي يعني انا مين مين ابناء فنانين تانيين معاكم في الجمعية؟ كلهم كل يعني عشان ما انساش بق... حد وانا اذاكر كل بعض الاسماء البارزه كلهم والله كلهم ما يعني مش عايز انسى حد هيزعلوا مني وكلهم حبايبي الجمعيه مشهره من سنتين اه ولا طبعا من... بقى لها هي السنه الاولانيه كانوا بيعكسونا اه عكسونا شويه كده يعني يزغزغونا يقولوا لنا ايه م. لا ما فيش كلمه ابناء للجمعيه آه خلوكوا جمعيه فناني مصر م. فانا قلت كان نص الماده 75 من الدستور م. بقى وانا محامي وعلى قد شوية كده يعني فقلت لهم لا ما ده بالإختار فأنا أبناء فناني مصر يعني أبناء فناني مصر م. فالمهم هي رقمها عشر سنة لسنة سبعة واستقر الأمر على كده إن م. شاء الله نعم طيب أه تتوقع المناقشة تبقى في تقريبا في شهر كام لا انا عايزها انا عايزها بقى ما تغيبش عن ال يعني بدايتها تكون الاسبوع القادم مش هستنى شهر ثاني الاسبوع القادم يعني اتمنى هذا ده وعد بهاء بيننا وهو قال لي برضه انا بقول اهو ان هو اللي قال وقال 62 عضو موافقين عليه مم. وهو ده هو يرى كقامة قانونيه طبعا نحترمها ونقدرها ونثق فيها ان هو موضوع مهم جدا موضوع كويس وهو يعلم تماما ابعاده مم. وحريص على مصالح مصر ومصالح ابناء فناني مصر مم. يعني دي القوة الناعمة طب لما يجوا ولادها يقولوا حاجة عايز اقول لحضرتك حاجة مهمة كمان صحيح. ابناء الفنانين مم. لما تيجي هذه املهم ان يبقى في شركة كبرى يعملوها هم من خلال هذه الـ المستحقات اذا كانت يعني مم. فابناء الفنانين لما يجوا ينتجوا اعمال مم. فنية انت شايف هيعملوا ايه مم. ابناء الـ الـ الزمن الجميل زي ما يطلق عليه صحيح. هيعملوا صحيح. ايه هل هيعملوا اسفاف لا هل سيقدموا اسفاف لا لا يمكن لا يمكن مم. فانت احرص على انك تديهم فرصه ومش عايزين يكلفوا الدوله حاجه ده عايزين يجيبوا للدوله فلوس هم مصدر دلوقتي مصدر دخل انت انت طيب هل الـ 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 عمليات السطو على حق الاداء العلني والحقوق المجاوره اللي بره مصر هتعرف توصل لها إذا بدأنا هنقدر طبعا إذا بدأنا هنقدر طب وإذا كانت وإذا كان هذا السطو من دول يعني معادية مثلا الدول لا ما الدول دي مم. إذا كانت موقعة لا تربطك علاقات قوية لا تربطني اتفاقية منظمة التجارة العالمية واتفاقية التجارة العالمية مم. تربطني مش ما تربطنيش هل تستطيع أن تضغط عليهم طبعا لما ليه طبعا أمال إيه طبعا الدولة تاخد بكل سهولة مم. الله طبعا مم. طبعا طيب إيه هيبقى حق الدولة إيه وحق الفنان إيه في الدولة بتاخد كمنتج يعني كمنتج. من المستحقين المية. الاداء العلني المنتج كم في المية ما دي لسه كلها تخضع بقى انت تخضع هتعمل تخضع لمين؟ احنا مناقشات مجلس النواب انت هتعمل هت... هتعمل السعر كام؟ هيبقى كام؟ 5 دولار 10 دولار مش عارفين لسه هتستقر ايا كانت هي هي يعني مستحقات كبيره جدا وكثيره طب ما ده في الجمعيه ما بين ابناء الفنانين وبعضهم اه طبعا حصل كمان وصلتوا الكلام... وصلتوا لا لايه؟ انا دايما يعني اغلق الباب الاحلام ليه؟ اللي هقول لك ليه؟ لإن الأول لما نشوف في تفاعل من الدولة حقيقي م. ومجلس النواب حقيقي هنتكلم بقى هنتكلم في الموضوع ده لكن إحنا جاهزين بالمقترحات هل هل الفنان خالد يوسف باعتباره عضو في مجلس النواب ممكن يلعب أي دور هو قال لي في الأول حاضر وبعدين ما اتحيى ما تقابلناش بعد كده يعني يوم ما قدمتنا هذه نسخة التعديلات بتاعت الدكتور حسام بيدًا للمستشار بهاء كان موجود وسلمنا عليه انا والاستاذ فتح رياض الاصابجي ابن الشويش عطيه رحنا نعم. <تبقى> خرجنا بالليل كانوا موضوع تاني قعدنا بقى سهره نسمع أيوة. فكانت دي اول مره يعني نروح فكان طبعا كان هو موجود وقلنا له انت خريج حقوق ايه يعني؟ عين يعني شمس ولا عين شمس اه مثلت في المسرح؟ لا لا. في لا. فكرتش في الموضوع ده خالص لا ما فكرتش خالص مش غريب ده لا هو مش غريب مش غريب لا هو انا مثلا دارس موسيقى يعني انا ومعتمد هنا عندكم من 20 سنه ك مؤلف موسيقي يا سلام. لكن طبعا يا سلام. لازم كنت تتحايل على الناس فانا ما اشتغلتش في الحكايه دي مم. او هم ما يعني شافوا ان انا يعني مش وعموما الفن ما كانش في وجود ابويا كنت دايما اسال نفسي مم. يا اما ابقى في هذه القامه يا اما ابقى اعلى منها وده مش موجود فخليني في حالي هو في حاله احسن بس <تسجد> <تسجد> احنا خلاص فاضل لنا دقيقه ونص عشان كده غطينا جميع الجوانب بس انا اعرف انه الوالد ان انت ما اعرفش القصه دي حقيقيه انت او اخوك طلبتوا منه تشوفوا فنان مشهور او حاجه زي كده في قصه بهذا النوع تتعرفوا على حد او حاجه زي كده في قصص كتيره جدا بتروى بتروى في منها قصص هزليه ارفضها في قصص تتفق مع خفه ظل الشخصيه فامررها واقول لهم ما حصلش بس هي ماشيه لكن دي اول مره إيه سمعها. اجمل ترفه معاك مع والدك عشان ما... احنا خلاص خلصنا لا هي كلها هتلاقي حاجات مهمه <applause> جميله يعني <applause> ما ما فيش يعني ما... يعني كل الحاجات اللي... 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 اللي اللي بس هي الموضوع بتاع المخرج الاستاذ العقاد رحمه الله لانه ما خدوش في الفيلم بتاعه العالمي ده وراح قال له مش عارف ايه دي ما حصلتش من اساسها آه. لكن هم ما سمعتش بيها اه دي آه. يعني منتشره جدا فانا آه. كذبتها 100 مره وبكذبها وعلى أول انما هي يعني اه, آه مثلا تحصل آه. آه. المستشار ماضي توفيق الدقن يعني انا طمعا مني يعني حاولت ان انا اخذ ولو لمحه من لمحات الفنان الجميل المحبوب رغم ان ادواره هي كانت ادوار شر وأدوار قدمها يعني أدوار يا شرير يا فاسد يا بلطجي يا يا منحرف لكن أداها بخفة ظل وبأداء وحرفية عالية جدا بنتمنى إن التعديلات لأنها مستحقة ولأنها في كل العالم مطبقة ولأن هؤلاء الفنانين كمان هم فناني الزمن الجميل اللي أبسط شيء نقدمه لهم هو هذه الباقة من الورد التي هي حق لهم مش بس حق اداء علني وللدوله وللدوله ايضا مستفيده واحنا في الدوله طبعا يعني تستحق او تحتاج في كل وخاصه في هذه المرحله لكل مورد لمواصله الطريق بشكر المستشار ماضي توفيق الدقن ونتابع معك رحلتك وكفاح جمعيه ابناء فناني مصر ونشوف هيحصل ايه في نلتقي بحيك يمكن نتمنى اللقاء يكون سريع كمان شهر او إن شاء اقل الله. او اكثر شاء بحاجه الله. بسيطه بحيث إن شاء الله. آه نبارك لانجاز هذه التعديلات في مجلس النواب ان شاء الله النور. باذن الله او كلمه اخيره طول ما ابناء فناني مصر لحمه م. ويد واحده انا ابشرك بهذا ان شاء الله لان هم يعني كفايه قلبهم كفايه قلبهم صحيح ان شاء الله وانا اللي بشكرك وسعيد بتواجدي هنا جدا يعني شكر جدا لهذا اللقاء شكرا للمستشار ماضي توفيق الدقن الفقره القادمه لفنان يعني عالمي عالمي بكل ما تعنيه هذه الكلمه هو الفنان الراحل محمد صبري رائد فن الباستيل وايضا رائد المدرسه التاثيريه ورجل من جيل العمالقه في الفن التشكيلي طبعا بيدور الحوار مع الفنان التشكيلي صلاح بيصار حول هذا العلم وهذه القيمه مع زميلي محمد عامر بعد هذا الفاصل